على هو بركات الاستمارة. رغبتك الأولى هي سائق قطار. مظبوط سائق قطار. آسفي ما مشي الحال، لأنه التقرير الطبي بيقول مع ضعف بالنظر، وأنت مثل ما بتعرف السائق بده يكون نظره سليم 100%. مظبوط. طيب لكن وين عينتوني؟ قاطع تذاكر بالمحطة الشمالية. لك شبكون يا شباب، خليكم بالدون. كاتين حلا بزبني على حلا؟ ايه كان معينا. يعطيك العافية، كيف تذاكر على الحلا؟ تذكر على حلب زي بتريد. تذكرة على اسطنبول مع منامي لو سمحت. مين حسان؟ عبد الحليم؟ لك معقول؟ ليه بتسد حسان؟ شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. شو عم تعمل هون؟ شوفت عينك موظف. هو قديش صار لك عايش بهالقفص؟ يعني شغلة سنتين جماعة. مشينا زي تريد يا اخي. طول بالك. قطار. طول بالك. يلا دقيقة، ليك. هي كرتي، هي رقم تليفوني. اتصل فيني لا تأخر علي، عم بستناك. ها؟ ايه خلص ولا يهمك. ماشي. عليك بسد حسان. السلامة. تذكرة على حمص. واقف عشان بعد ما خلصت تجارة واقتصاد عملت اختصاص تسويق وإدارة أعمال. يعني أنا بسوق منتجات لشركات عالمية وبيطلع لي نسبة على البيع. أيوة معناتها بتسافر كتير. كل شهر شهرين بسافر لي سفرة. أنا شايف أوروبا كلياتها، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، الفلبين، كوريا، كلياتهم هدول شايفها. شغلي هيك بيتطلب. حلو السفر معي. حلو. اي والله يا عبد الحليم ما في احلى من السفر. يعني شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، بتشوف بلاد اشكال الوان، بتشوف بشر، عالم، جبال، وديان، غابات، جزر، شطان بتاخذ العقل. يعني بالنهايه السفر متعه كبيره. صحيح انت ليه ما بتسافر معي؟ انا ايه انت لوين بدي سافر معك؟ انت لوين بتحب تسافر؟ ما بعرف يلا بالنسبة لي يعني بحب سافر على بلدان كتير. هاي دول اللي قلت عن هدول، بس أنا بحب أروح على إسبانيا، بيقولوا حلوة كتير، هيك قالوا لي. ما بعرف. إيه والله يا عبد الحليم حلوة كتير كتير. أنا زرتها مرتين وكل مرة بشوف أحلى من التاني. إيه ودخلك أنت شو متكلف السفرة؟ أنت اعتمد ولا يهمك، هالمرة خليها على حسابي. لا شو شو خليها على حسابك؟ لا بلا قديش متكلف السفرة؟ ده. يعني إذا بدك تروح بالقطار شغلة 10,000 ورقة مو أكتر. حلو حلو كتير. خلص بس دبر المصاري بحاكيك بقلا. لعيونك عبد، أنا جاهز بأي وقت. خلصنا عليه. يلا دقيقة بس دقيقة. السلام عليكم. أهلين أبو عمر.
شو القصة يا عبي؟ مو جاي على بالك تربط اليوم؟ ليش اجى المحاسب بالبنا؟ ايه نعم اجى، وبحب بشرك انه طلع لكل واحد منا 2500 ليرة عمل اضافي. شو هالحكي؟ ايه بتما عمل لها هلا انا ابطل. طيب ابو عمر اذا كانت عيونك في مجال تقعد محلي شي 10 دقائق بس لبين ما اروح اقبض واجي اذا ما فيها سئلة. ها ايه تكرم عينك، لك على عيني وراسي. الو الو مرحبا، دخيل عينك، ممكن احكي مع الاستاذ حسان؟ ايه الو الو مرحبا حسان، كيفك؟ عبد الحليم اهلين فيك. ايه سيدي المبلغ صار جاهز وانا جاهز للسفر. ايه لا كله تمام ماشي، امتى بدك نتواعد؟ انا جاهز. ايه مع السلامة مع السلامة. كله بيصير مو مشكلة. انت معك جواز سفر؟ لا ما معي، بس من بكرة بسعفي. بدي اقول لك شو مشان الفيزا؟ ما عليك الفيزا انا بدبرها، بعرف ناس كثير بالسفارات. طيب قديش بتتوقع تكون مدة السفر حتى اسحب اجازة مشان اعرف يعني شغلة 20 يوم. اول شيء عندي 5 ايام شغل بايطاليا، بعدين بنكمل انا وياك على اسبانيا. ايه بالمناسبة هي اسبانيا، تفرج منيح وشوف وين حابب تروح مشان ننظم برنامج السفر انا وياك من هلا. هذا قصر الحلوة. ايه مزبوط هذا هو. وهذا جامع قرطبة. ايوه مزبوط. مساء الخير عبد. اهلين امي. اهلين، تاخرتي. ايه والله تاخرتي شوي لاني رحت لبيت خالك. وشلون خالي ومرت خالي؟ بيسلموا عليك. الله يسلم عمرهم يا رب. طب وغيداء؟ غيداء رح تطير من ايدك يا افندي وانت قاعد ولا على بالك. شلون يعني؟ من 3 ايام اجاها عريس زنجيل وغني ومرت خالك موافقه. وغيداء؟ لسه بيقول لي غيداء. شو بدك البنت تجي تترجاك حتى تخطبها؟ لا بس انا يعني بلا بس بلا مس. انت بتحبها لهالبنت ولا لا؟ بحبها امي بحبها. لكان شلون لكان ما بحبها؟ لكان من بكره منروح منطلبها انا وياك من خالك رسمي مشان ما تطير البنت من ايدنا ونندم انه ضيعنا وقت. وانت مثل ما بتعرف البنت حلوه وادميه وانا بحبها من جوات قلبي وما عندي عليها اعتراض ابدا. امي بس المشكله انا ما معي مصاري. هلا ما معي. ما معك مصاري؟ لكان هدول المصاري اللي عم تصمدهم مشان شو؟
اهلا وسهلا بالسي حسان. الحمد لله على السلامه. على انو سفره منو؟ ليش كم سفره سافرت بهالكم شهر؟ بالفتره الاخيره سافرت كذا سفره، على ايطاليا ورومانيا واخر شيء على قبرص، وهي السفينه الحلوه جبت لك اياها من هنيك. عجبتك؟ حلوه كتير، كل ما شفتها رح اتذكرها. لك انا بس بدي افهم شلون قدران تصبر على هالقعده بهالان؟ شو بدي ساوي؟ شغلي هيك. شو بدي اقول لك؟ ديان خلص. رحت على اسبانيا شي؟ ييي اسبانيا رايح لها كذا مره، اسبانيا بلد بياخد العقل. بس بصراحه انا كان بدي اروح لها مشانك. هلا انت مو ناوي تعمل لك شي سفره بهاليومين؟ ناوي، بس عم بستنى لحتى استعضل فرصه. ايه فهمت علي. طيب والمصاري؟ مو مشكله. بيني وبينها زملائي هون بالشغل عاملين جمعيه بشغله 12,000 ورقه، إيه؟ بس مو هلا راح اقبضها، بعد 5 شهور. طيب بس يصيروا المصاري جاهزين خبرني وانا بدبر لك سفرتك. بس بدك تستعجل، ها؟ بدك تستعجل، الاسعار كل ما عم ترتفع. ولا يهمك، انا مصمم باذن الله. طيب ماشي. هلا اعطيني بطاقه منامي على صوفيا. سفر ومنامي. تكرم عينك، حلوه كثير، يسلموا ايديك. ليه بس يا حسان، الله معك. عايدة؟ سافرتي شي مرة؟ طبعا سافرت. لوين سافرتي؟ سافرت مرة مع المدرسة على الساحل، ومرة يا سيدي طلعنا على حلب، ومرة على سد الفرات، ومرة على تدمو. لك مو هيك قصدي، قصدي يعني سافرتي شي مرة هيك برات البلد؟ سافرت مع أبي على مصايف لبنان. بتعرفي لغايدة؟ في إلي رفيق اسمه حسان، إذا مو داير داير صار داير له شي نص العالم. اي سيدي تهنى، بتعرف بعد اسبوع مراجعة الطبيب، بتروح معي ولا باخد عمتي؟ لا خدي عمتك، خدي عمتك حبيبتي. اهلا يا بعمار. انبسط يا عم، اجتك مصاري الجمعية عدا ونقدا. يسلموا ايديك، الكل دفعوا؟ يا سيدي الكل دفعوا ما عدا كامل لأنه أخذ إجازة. ايه مو مشكلة مو مشكلة، بس يرجع أنا باخذ منه. هات الله أصبح أمسيك، هي 10,000 ليرة عدن أخي. يسلموا ايديك يا أبو عمار، يسلموا ايديك. الله يسلمك. شو رح تساوي بالمصاري؟ في براسي موال بدي غني. ايه مثل ما بدك. السلام عليكم. يا أمي غيداء، أمي يا غيداء، أمي يا أمي. ولي يسلم ايديك. هو ايديك خير. امي شلونك غيداء؟ مبروك يا امي، اجاك مهند. الله يبارك بعمرك يا امي. شو وينه؟ حطيناه بالحاضنه لانه مسبق شهر ونص. باينته مستعجل كثير على الجاي على الدنيا. مبروك غيداء، مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. ليش ما خبرتوني؟ حاولنا كتير نتصل فيك بس الخط عندك كان مشغول. وما رديت الدكتورة إلا بعملية قيصرية. ايه طبعا، لأنه كانت عم تنزف كتير وكان في خطر عليك وعلى الجنين. ما هو مشكلة حبيبتي، ما هو مشكلة، المهم تقومي بالسلامة أنت ولا صغير. ادخل. أستاذ تفضل معي المحاسبة مشان تحدث على الحساب. تكرم عيونها. أمي معك مصاري؟ معي. ايه سيدي قديش بدك تعطينا دفع هلا؟ والله ما بعرف قديش بتاخذوا انتم بالعاده يعني. قد ايه؟ هات شي 10,000 هلا. ايه ماشي تكرم عينا. شرف.
اعمل لك وصل بالمبلغ. بالدور يا سيد بالدور. يعني واذا ما وقفت بالدور شو بدك تعمل؟ سي حسان مو معقول لك. لك اهلين بسين حسان، شو لساتك عايش؟ انا اللي لساتني عايش. تفضل جبت لك هي معي مشان تعرف انه انا دائما بفكر فيك. شو ها؟ هي حرير طبيعي جبت لك اياها معي من الصين. ليش كنت بالصين؟ وقبلها كنت بماليزيا وباليابان وبكوريا، بس انا بدي افهم شغله وحده، ما مليت من القعده بهالقبر؟ مليت والله يا سيد حسان، بس شو بدنا نعمل؟ يلا كله كم شهر وبطلع تقاعد، وبعدين اذا الله اعطانا عمر ويسرنا امورنا بسافر معك على اسبانيا. يا سيدي ميت اهلا وسهلا، ونعم الشريك والله، بس حط بمعلومك، السفره صارت تكلف كثير ها؟ ولا يهمها. رح اقبض من النقابه وغيرها تعويضات نهايه الخدمه، بيطلعوا لهم شغله 200,000 ورقه، بكفوا؟ شلون ما بكفوا؟ بكفوا وبيزيد منهم كثير. خلص معناتها اصبح اعتبرني خلص سافرت معكم مشي الحال. عظيم، بس فهمني ايمتى تماما رح تطلع تقاعد؟ بواحد خمسة. حلو كثير، معناتها سفرتنا رح تحكم بعز الصيف. والصيف كيف يا عمي؟ ولا شو؟ طلعت جوا السفر؟ ايه معلوم. تفضل. يا عيني عليك. تمام تمام. معناتها أنا رح أبلش أسحب البياس، هلا أنت مو باين علي غير تأمن لي شوية عملي صعبة. ولا يهمك كلياتهم أمك. إيه مين؟ أوه تمام. عبد شو رأيك نسافر بالطيارة؟ لا 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 لا، شو هالحكي؟ طول عمري عم بحلم سافر بالقطار. سفرت أنا بخير الله، ما بيطلع لي سافر مرة أنا؟ ولو؟ أنت اللي بيطلع لك. خلص، راح نسافر أنا وياك بالقطار. إمتى؟ الأسبوع الجاي مثل اليوم بلاقيك بالمحطة. وأخيراً، أخيراً رح أقطع أنا هالمرة. يا سيدي مثل ما بدك. طاع أنت. الرجال يا سادة المسافرين على مدينة الأراضين والمتجه إلى حلب عن طريق 5 وحلب التوجه إلى رصيف 16. الرجال يا سادة المسافرين على مدينة القطار 53 والمتجه إلى اللاذقية عن طريق 5 التوجه إلى رصيف 16. أهلين عمو. حضرتك الأستاذ حسان؟ إي نعم. أنا مهند ابنه لعبد الحليم. لو سهلا أليم يعني. ما شاء الله وشو صاير شاب. الله يخلينا يا جماعه. شو وينه البابا؟ والله بابا مريض شوي وما راح يقدر. خير ان شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عمو بيقول لك البابا بقدر انا اروح على اسبانيا محله؟ انت؟ ايه انا. معك جواز سفر؟ ايه معي، بابا طلع لي اياه مع جوازه، قال الا ما يلزم شي نهار. هاتوا لقلك الأسبوع الجاي مثل هذا اليوم بتجهز حالك حتى تسافر معي على الأسبوع. امشي لوصل. Hello.